نحتت لها من الجبل مكانا تراها من بعيد وكأنها خلية نحل تعلقت بالصخر بعيدا عن أيدي الأرض. فتوسطت الجبل على ارتفاع نحو 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، غير أنها انحازت إلى الخضرة اسما، فاشتقت اسمها من شجرة دائمة الخضرة كانت تنتشر بكثافة في المكان المحيط بها. حارة السوجرة إحدى حارات الجبل الأخضر بداخلية عمان. يقول الأهالي إن أجدادهم اختاروا هذا المكان من مئات السنين، فلا تواريخ معروفة. استقروا حيث وجدوا الماء، سوجرة يعني تسمى نسبة لشجرة يعني سوجر أو الشجر السوجر اللي كان موجود في وادي هذه القرية، ثم بعد ذلك يعني الشجر هذا انعدم من هنا على حسب يعني قول الشياب لما كنا نسألهم عن تسمية يعني هذه يعني البلد بهذا الاسم. والمكان بمناعته يوحي أن اختيارهم جاء أيضا ليوفر لهم الأمان، فمن موقعها هذا يسهل الدفاع عنها. الجبل حارس خلفهم والوادي خندق عمهم. الوصول إلى قرية السوجرة يحتاج لياقة اعتاد عليها أهلها، وللوصول إليها تسلك طريقا سلالم حجرية وجدت منذ القدم تنزل بك باتجاه الوادي، وهيأ الأهالي جسرا خشبيا معلقا في حال يعني الوادي، ثم صعودا إلى مستوى ارتفاع القرية في الجهة المقابلة. وللأمتعة والأحمال الثقيلة وفرت الحكومة ما يعرف عند الأهالي بالونش، يشبه التلفريك، حبل معدني ممدود بين الجبلين يعلو الوادي، يتحكم به أحدهم كهربائيا ويستقبله آخر في القرية، وعند الرجوع على أحدهم أن يسبق الأمتعة ليحرك السلك الونش. تصل إلى القرية فتنسيك تعب القدوم، تستحق العناء، تسحرك بموقعها وجمال ما يحيط بها، مناظر تجمع الجبال والوديان، والماشية في حظائرها أو تسرح ترى في أعالي الجبال. هو يعني تاريخ يعني بداية يعني جاء يعني هذه القرية يعني تاريخ قديم، مثل يعني الأخرى الموجودة يعني في الجبل الأخضر، وككل يعني في سلطنة عمان قرها يعني قديمة، يعني القرى القديمة اللي فيها الزراعة واستوطنوها يعني الناس في من زمن يعني آلاف السنين أو من سنين، لأن الماء موجود في هذا المكان، الماء موجود العين الفلك، والناس صارت تستوطن في ذلك الزمان. أنت الماء ما مثل زماننا هذا، الماء يأتي من أماكن يعني بعيدة، هذا الماء اللي توم طلع للجبل الأخضر التحلية من أين مجيوب؟ جاي مجيوب من باكر، قاطع ذي المسافات وطالع يعني إلى الجبل الأخضر يعني فضل هذه التقنية الحديثة الموجودة معنا في هذا الزمان. القرية
تظهر عبقرية الإنسان العماني في اختيار المكان وتطويع صعوباته واستخدام مواده في بناء مسكنه. فبيوت القرية الحجرية قدت حجارة جدرانها من الجبال المحيطة بأشكال وأحجام منتظمة على شكل الطوب، وتسقف بأخشاب شجر الجوز والعلعلان، إذ تمتاز أخشاب العلعلان خاصة بمقاومتها للأرضة وعوامل الطقس فتعمر طويلا. أما الأبواب والنوافذ فتصنع من خشب الطلح والجوز لضخامة جذوعها، وكلها تجود في الجبل الأخضر. في الحارة مسجد يجمع الأهالي في صلواتهم ومناسباتهم، وأماكن عامة يلتقون فيها. هذا اللي يعني لما يوعد يريد أن يصنع يبني لابد أن يأتي بالمواد، مثل هذا ما يبني البيت ويكتمل البيت طالع هكذا، يجيب يعني المواد ويبدي يبني هكذا من قبل، يجيب عن التراب ثم بعد ذلك يعني يجيب الحجارة ويخلط التراب مع قش يعني البر أو يعني الشعير أي التبن، إلى مدة يعني من الوقت، ثم بعد ذلك يبدي يبني يعني الحجرة إلى أن تكتمل بالحجارة والطين، ثم الأسقف يعني يجيبولها يعني الشجر أو الحطب يعني الصلب مثل حطب الألالان وحطب يعني العتم يعني السابق وحطب الجوز وحطب يعني هذه الأشجار يعني القوية، ويتم السقف يعني بهذه الطريقة ثم اكتمل البيت. ما بغى لا زخرفة ولا باغي يعني ديكورات كما العصر يعني هذا. أبرز مزروعات الرمان والجوز والخوخ والعنب والمشمش، هذا بالنسبة للمزروعات الأشجار. ثم يزرع هناك يعني مزروعات يعني موسمية مثل الثوم في فصل الشتاء، وفي الفصل يعني الصيف يزرع شيء يعني من البذورات مثل الذرة وما شابه يعني ذلك يعني من هذا. هذه يعني أغلب المزروعات اللي كان يزرع. برز من أهلها العديد ممن تعلم علوم القرآن والفقه، يذكرون منهم الشيخ سالم بن سويلم الشريقي، تعلم على يد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، درس القرآن والفقه والنحو في القرية السوجرة، ثم رحل إلى وادي بني هني فتقل للإمام محمد واستقر هناك في محلة الشريعة. ورغم انتقال الأهالي عنها بحثا فإنهم لم يبتعدوا عنها كثيرا، فأسسوا حارتهم الحديثة على مرمى البصر منها، هما تتراءيان على قمتي جبلين. بقيت البيوت صامدة ببنائها المتين، وبدأ الأهالي منذ العام 2015 تأهيل بعض بيوت الحارة لتكون نزلا يزورها اليوم الكثير من السياح العمانيين وغيرهم، بحثا عن الهدوء والسكينة والأجواء المعتدلة التي تنعم بها القرية في الصيف وفي الشتاء. ففي طرفي النهار تتدثر بيوت القرية بالظلال، فيما قمم الجبال تعتمر الشمس عمائم بيضاء.